وزير التجارة يمثل الجمهورية الصحراوية في اجتماع قاري بالعاصمة السنغالية داكار حول إنشاء منظمة التجارة الحرة. مقاومة المرة الصحراوية ضد الاحتلال عنوان محاضرة جديدة احتضنها مقر الجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة المرتكبة من طرف الدولة المغربية. وفي ملف الثروات تتابعون تيار وسط مسؤولي مفوضية الاتحاد الأوروبي يطالب بتجميد اتفاقية الصيد البحري مع المغرب. نشرت الأخبار من تلفزيون الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية. أبقى وفياً للعهد الذي قطعناه. نحن الصحراويين تحقيقاً لأهدافنا أو نسنا عن آخرنا. أهلا بكم لتفاصيل هذه النشرة. فشلت مخططات المغرب التي حملها مع عضويته بالاتحاد الإفريقي ووجد نفسه محاصرا بإجماع الدول والشعوب الإفريقية على ضرورة التعجيل بإنهاء استعماره لدولة كاملة العضوية بالمنظمة القارية. وجاءت زيارة الدولة التي قادت رئيس الجمهورية مؤخرا إلى كل من ناميبيا وليسوتو وبوتسوانا وجمهورية جنوب إفريقيا لتنسف الدعاية المغربية داخل إفريقيا. قراءة في الموضوع مع محمد إسماعيل. منذ انضمامه إلى الاتحاد الأفريقي نهج نظام المخزن في المغرب سياسة خبيثة تعتمد التشويش والعمل على شق الصف الأفريقي، واعتبر كما اعتبر إعلامه الواهم أن القضية الصحراوية انتهت والقانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي انتهى والاتحاد الأفريقي تلاشى وكل شيء سيفصل على مقاس مملكة التوسع والاحتلال في المغرب. إلا أن إفريقيا ومنذ الوهلة الأولى كانت تعي خبث مملكة الظلم، وأكدت من خلال الاتحاد الأفريقي على تمسكها بميثاقها التأسيسي وحفاظها على الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب وصيانتها لكافة قراراتها حول تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية آخر مستعمرة إفريقية. المغرب وكعادته لم يتمكن من استيعاب الوضع الميداني في القارة وإجماعها ووحدة قرارات منظمتها، وأصر على الاستمرار في نهجه الفاشل وبدأ يتحرك برعونة في أروقة الاتحاد الأفريقي متسببا في عرقلة سير البرامج الأفريقية وعمل الشراكة الأفريقية مع العالم، كما حدث في اجتماع الشراكة بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة بداكار السنغالية. ومثلما تحول دبلوماسيوه إلى حراس بوابات الدخول في قمة الشراكة مع اليابان في الموزمبيق، عرقلت الاجتماعات التخصصية في القاهرة وكيغالي، إضافة إلى محاولته الفاشلة مدعوما من فرنسا الرسمية لمنع مشاركة الجمهورية الصحراوية في قمة الشراكة الخامسة بين الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي في أبيجان. ليتحول الاتحاد الأفريقي من التحذير إلى أخذ القرارات القوية الصائبة وحماية حق الجمهورية الصحراوية في الحضور في كل الاستحقاقات الأفريقية في موزمبيق كما في أبيجان العاصمة الإيفوارية. ورغم كل محاولاته وضغط فرنسا
أرغم المغرب على الجلوس إلى جانب الجمهورية الصحراوية، والعلم الصحراوي يرفرف خارج وداخل قاعات المؤتمرات، ليجد ملك المغرب نفسه جنبا إلى جنب مع الرئيس الصحراوي الأخ إبراهيم غالي. واتخذ الاتحاد الأفريقي قرارات أكثر صرامة، حيث رفع من مستوى تمثيل السيد تشيسانو إلى مبعوث سامي للاتحاد الأفريقي إلى الصحراء الغربية، وطالب المغرب بالسماح بزيارة بعثة مفوضية حقوق الإنسان التابعة للاتحاد الأفريقي إلى المناطق المحتلة من الصحراء الغربية، وطالب المغرب بعودة المكون الأفريقي لممارسة مهامه ضمن بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية المينورسو. وكلف رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي بزيارة المنطقة وإعداد تقييم ميداني حول مدى التزام الطرفين الجمهورية الصحراوية والمملكة المغربية بقرارات الاتحاد الأفريقي يقدم أمام قمة الاتحاد المقبلة في نواكشوط الموريتانية نهاية يونيو الجاري. غير أن المملكة المغربية واصلت التعنت والعرقلة وحالت دون زيارة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي إلى المنطقة، ومنعت بعثة لجنة حقوق الإنسان التابعة للاتحاد الأفريقي من الوقوف على جرائم الاحتلال المغربي في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية. كما لم تمكن المكونة الأفريقية في بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية من العودة إلى مدينة العيون المحتلة، مثلما لا تزال ترفض أي مشاركة للاتحاد الأفريقي في حل القضية الصحراوية مع شريكه الأمم المتحدة التي لم تسلم هي الأخرى من استهتار المملكة المغربية بقراراتها، حيث تستمر في عرقلة زيارة المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية إلى المناطق المحتلة من هذه الأخيرة، والتهرب من المفاوضات المباشرة مع جبهة البوليساريو من أجل تطبيق قرارات الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لتنظيم الاستفتاء وتمكين الشعب الصحراوي من تقرير مصيره بنفسه. إلا أن الوقائع الميدانية أعطت نتائج معاكسة لما كان يرجوه المغرب، فمشاركة عدد كبير من سفراء الدول الأفريقية المعتمدين في الجزائر والجمهورية الصحراوية في تخليد الذكرى 45 لاندلاع الكفاح المسلح في الساقية الحمراء وادي الذهب في بلدة تفاريت المحررة فندت الدعاية المغربية، بل وحتى تقديم سفراء لأوراق اعتمادهم أمام الرئيس الصحراوي الأخ إبراهيم غالي بنفس المكان تفاريت المحررة هو اعتراف دولي بسيادة الجمهورية الصحراوية على أراضيها المحررة. وبعدها بأيام تأتي الدعوات الرسمية من عديد الدول الأفريقية للأخ الرئيس بزيارتها، فكانت زيارة الدولة إلى ناميبيا ثم مملكة لوسوتو وجمهورية بوتسوانا ثم جمهورية جنوب إفريقيا. هذه الزيارات التي تؤكد أن الدولة الصحراوية حقيقة قائمة لا مرد لها، وأن الاتحاد الأفريقي ثابت على الحفاظ على قانونه التأسيسي ومصر على حماية ميثاقه لحقوق الإنسان والشعوب، ومستعد ليس فقط للمرافعة عن الجمهورية الصحراوية لاسترجاع أراضيها المغتصبة من طرف النظام المغربي وتحرير آخر مستعمرة في إفريقيا من الاحتلال، بل إلى حد تطبيق بنود القانون التأسيسي في حماية الدول الأعضاء وحماية حدودها وفرض إرادتها، مما يعني أن أي مغامرة مغربية عسكرية أو دبلوماسية ستكون إفريقيا حاضرة بقوة، وأن المواجهة في طريقها إلى التحول بين المحتل المغربي والجمهورية الصحراوية في الاتحاد الأفريقي إلى مواجهة بين المحتل المغربي والاتحاد الأفريقي، وهي رسالة واضحة بأن أي تهجم مغربي على الجارة الجزائر أو على موريتانيا سيتحول إلى مواجهة مع دول الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأفريقي نفسه. لقد كان برنامج زيارات الوفد الرئاسي الصحراوي وما تمخض عنه من مواقف وقرارات وما تناولته التغطيات الإعلامية التي خصصتها وسائل الإعلام للوفد الصحراوي صريحة وواضحة بل وغير مسبوقة، والتي تناغمت معها مواقف أخرى كالموقف الروسي الواضح والصريح وغير المسبوق الداعم لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير. كما أن التوجه الصيني الجديد
والذي بدأ بدعم مالي رمزي دعمه تصريح السفير الصيني في الجزائر السيد يانغ غان أجيو يوم الأحد الماضي لجريدة المساء الجزائرية، الذي يؤكد دعم الصين للحل العادل الذي تقره الأمم المتحدة والقاضي باحترام حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، يعتبر بداية التسليم الدولي بفرض تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية وطرد الاحتلال المغربي منها. خلاصة القول أن المغرب الفرنسي بدأ يعد لنهايته، فإما الحل السلمي المتفاوض عليه الذي يضمن حق الشعب الصحراوي في استرجاع أراضيه وتصفية الاستعمار من الصحراء الغربية، أو الانتحار على أسوار الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة المحصنة والبكاء بين أحضان فرنسا الاستعمارية. تواصل وسائل الإعلام الجزائرية تغطيتها لزيارة رئيس الجمهورية الأمين العام للجبهة لبعض الدول الإفريقية. نتابع ما رصدته وسائل الإعلام الجزائرية في المراسلة التالية. تواصل وسائل الإعلام الجزائرية الصادرة نهار اليوم تغطيتها للجولة الرئاسية للقارة الإفريقية، والتي يقوم بها رئيس الدولة الأمين العام للجبهة الأخ إبراهيم غالي مرفوقا بوفد رفيع المستوى. فكتبت الصحافة الجزائرية: فبعد الزيارة التي قادته لكل من ناميبيا وبوتسوانا وليسوتو، يحل الرئيس الصحراوي إبراهيم غالي بدولة جنوب إفريقيا، أين سيلتقي نظيره الجنوب إفريقي السيد سيريل رامافوسا معدة أحزاب وممثلين عن المجتمع المدني. وتستطرد الصحف الجزائرية تقول: وتعد جنوب إفريقيا من بين الدول التي تدعم كفاح الشعب الصحراوي بقوة لنيل الحرية والاستقلال. وزعت وزارة الشؤون الاجتماعية وترقية المرأة مساكن على فئة العجزة والمحتاجين بولاية أوسرد بحضور عضو الأمانة الوطنية الوزير الأول أخ محمد الوالي عكيك، إلى جانب بعض الممثلين والسلطات بعض ممثلي المؤسسات الوطنية الشريكة والسلطات الولائية في العمل الإنساني. المبادرة لاقت ترحيبا من طرف المستفيدين. المزيد في تقرير محمد لمين حمدي. خطوة إيجابية ومثمرة تلك التي قامت بها إفريقيا. يشارك وزير التجارة الأخ محمد المصطفى التليميذي في اجتماع حول منظمة التجارة الحرة بالعاصمة السنغالية دكار، وخلال مداخلته على هامش اليوم الأول من الاجتماع الذي حضره الوزير الأول السنغالي، تطرق الوزير الصحراوي لأهمية منطقة التجارة الحرة في إفريقيا، وجمعته لقاءات مع عدد من وزراء التجارة الأفارقة من بينهم وزير التجارة الناميبي ووزير التجارة الليبي. الاجتماع من المنتظر أن يختتم أشغاله بالموافقة على التقرير الذي أعده الخبراء ويطبعه استقبال الرئيس السنغالي لوزراء التجارة الأفارقة المشاركين في الاجتماع، وذلك بالقصر الرئاسي بالعاصمة دكار. إلى فرنسا، حيث شارك ممثل الجبهة بفرنسا الأخ بشرايا البشير بدعوى من لجنة الصداقة والتضامن مع الشعب الصحراوي بمنطقة لاسيرس في حفل العشاء 16 الذي تحييه اللجنة بشكل سنوي، وتضامنا مع الشعب الصحراوي وقضيته العادلة، وسط حضور أعضاء اللجنة إلى جانب جمهور كبير ممثلي عن الجمعيات المجتمع المدني بالمدينة. وألقى الدبلوماسي الصحراوي بالمناسبة كلمة تطرق فيها إلى آخر مستجدات القضية الوطنية، وجددت مداخلات المتضامنين الفرنسيين مواصلة التحسيس بواقع حقوق الإنسان بالأرض المحتلة. إلى أخبار الأرض المحتلة، حيث احتضن مقر الجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة المرتكبة من طرف الدولة المغربية، احتضن محاضرة عن مقاومة المرأة الصحراوية من تنشيط المناضلة مينا أبوعلي، وبحضور جمع كبير من المناضلين ونشطاء حقوق الإنسان والانتفاضة بالمدن المحتلة.
تواصلت الأيام الإشعاعية لليوم الرابع على التوالي بمقر الجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من طرف الدولة المغربية بتاريخ 26 مايو 2018 بالعيون المحتلة عاصمة وطننا الأسير، حيث شهدت الأخيرة محاضرة تحمل عنوان دور المرأة الصحراوية في المقاومة السلمية نشطت المناضلة من بعلي. كالعادة افتتحت الندوة بقراءة الفاتحة على أرواح شهداء ثورة 20 مايو أيار الخالدة، وبعدها رحبت المحاضرة بالحضور الكريم، ثم تحدثت عن المحور الأول أي مفهوم المقاومة السلمية أو المقاومة اللاعنفية، وهي المستوحاة من تراث غاندي الذي ارتبط به العديد من حركات التحرر في المقاومة السلمية. هي الاستراتيجية الأنجع الذي اختارها مناضل ومناضلات الجبهة الشعبية لمواجهة سياسة الاحتلال الغازي. المحور الثاني قسمت المناضلة نضال المرأة الصحراوية في الجزء المحتل من الصحراء الغربية إلى 3 مراحل، منذ الاجتياح إلى الإفراج عن المختطفين، ومن انتفاضة 1992 حتى اندلاع الانتفاضة، ومن ذلك الوقت إلى اليوم. وتطرقت كيف كان للمرأة دورها في التنظيم السياسي والتسيير بشكل سري ومنظم داخل الخلايا السرية، والدور الفعال الذي لعبته في التوعية والتعبئة الشاملة، ثم انتقلت إلى البروز والظهور بالعالم الوطني جهارا نهارا أمام عملاء الاحتلال في انتفاضة ساحة الدشيرة، ثم تطرقت إلى الدور الذي لعبه مجموعة من المختطفين في المطالبة بحقوقهم السياسية والمدنية إلى اندلاع انتفاضة الاستقلال المباركة، وما كان للمرأة من دور بارز ومحوري في المظاهرة السلمية ومؤازرة المعتقلين، وهي بدورها لم تسلم من بطش الاحتلال حيث تعرضت للاعتقالات والتنكيل، كما أنها مثلت شعبها في المنتديات الدولية والوطنية وبمخيمات العزة والكرامة أحسن تمثيل، دون أن ننسى الدور البارز الذي لعبته ولا زالت تلعبه المرأة بمخيمات العزة والكرامة، رافعين لها آلاف التحايا والتقدير لما تتحمله من أجل وطن حر ومستقل. ليفتتح بعد ذلك نقاش والمداخلات التي كان مجملها يثني على الدور البارز للمرأة الصحراوية ومكانتها في العمل النضالي، كما قدمت شهادات حية عن معاناتها داخل المخافر السرية. وفي الأخير تم التأكيد على استمرار المرأة الصحراوية في النضال والكفاح حتى تحقيق الهدف الأسمى، ألا وهو حق الشعب الصحراوي في الحرية والاستقلال. صالحة محمد البشير، بوتنجيزة، العيون المحتلة. نشط المناضلين الصحراويين سيدي السباعي مدير موقع الأمل الصحراوي رفقة رشيد الشليح بالعاصمة النرويجية أوسلو لقاء تحسيسيا حول واقع حقوق الإنسان بالأرض المحتلة. حضره إريك هاغن منسق المرصد الدولي لحماية ثروات الصحراء الغربية ونشطاء وفنانين ومحترفي التصوير الفوتوغرافي. وسلط اللقاء الضوء على ما يقوم به الاحتلال المغربي بشراكة الاتحاد الأوروبي ودول أخرى خارج الاتحاد من نهب جماعي لثروات الصحراء الغربية. نبقى في ملف الثروات، حيث قالت صحيفة القدس العربي اليوم الأحد أن تيارا وسط مسؤولي المفوضية الأوروبية عاد للمطالبة بالتجميد النهائي لاتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي بسبب صعوبة التوصل إلى اتفاق بشأنها. المزيد في تقرير ميماها الكوري. نقلت بعض وسائل الإعلام عن مصادر من الاتحاد الأوروبي قولها أنه إذا كان القضاء الأوروبي قد ألقى الاتفاقية رغم التنازلات التي قدمها المغرب سنة 2013، فأي نوع من التنازلات يجب على المغرب تقديمها لمصادقة البرلمان الأوروبي على الاتفاقية ثم لا يرفضها القضاء الأوروبي لاحقا. وتعترف هذه المصادر بأن العملية صعبة وتحتاج إلى هندسة قانونية وسياسية محكمة من الطرفين أوروبا والمغرب حتى لا تلجأ الجبهة الشعبية إلى القضاء. وتركز الجولة الجديدة من المفاوضات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب التي استنفت يوم الجمعة الماضي بالعاصمة المغربية الرباط على الشق السياسي من اتفاقية الصيد الذي أصبح العائق الرئيسي لارتباطه بالسيادة. وكانت المفاوضات والصيد البحري في الماضي تركز على الجانب التقني مثل التعويض المالي وكمية الصيد ونوعية الأسماك والراحة البيولوجية للثروة السمكية، لكنه في أعقاب قرار البرلمان الأوروبي إبطال اتفاقية الصيد البحري سنة 2011 ثم الضغوطات التي تمارسها الجبهة الشعبية بشأن منع امتداد اتفاقية إلى مياه الصحراء الغربية أصبح السياسي يفرض نفسه أساسا. وكان المغرب والاتحاد الأوروبي قد وقعا على اتفاقية الصيد الأخيرة سنة 2013
بعد سنتين من المفاوضات، وقدم المغرب تنازلات لأول مرة، البعض اعتبرها تنازلات سياسية بينما آخرون اعتبروها تنازلات تقنية. وتتجلى تلك التنازلات في قبول المغرب تمييز مياه الصحراء الغربية عن باقي مياه المغرب عبر السماح للاتحاد الأوروبي بإرسال لجنة لمعرفة كيفية صرف المغرب جزءا من التعويضات على منطقة الصحراء الغربية وتكوين صيادين في هذه المنطقة، ولم ينص الاتفاق على مراقبة باقي المياه المغربية. ورغم هذا البند من الاتفاق الذي ميز الصحراء الغربية جغرافيا وماليا وبشريا، عرض أكثر من ثلثي البرلمان الأوروبي الاتفاقية وصوت عليها قرابة الثلثين سنة 2013، بينما جاء قرار المحكمة الأوروبية خلال فبراير من السنة الماضية لإلقاء الاتفاقية لعدم مطابقتها مع القانون الدولي كونها تضم مياه الصحراء الغربية. ويشدد المغرب على ما يسميه سيادته وعدم تقديم تنازلات، ويرى الاتحاد الأوروبي ضرورة الأخذ بعين الاعتبار قرار المحكمة من أجل ليونة أكبر، بينما تطالب الجبهة الشعبية التفاوض مع الاتحاد الأوروبي على الصيد في مياه الصحراء الغربية. إلى المغرب. وفي تقرير جديد أكدت منظمة هيومن رايت ووتش يوم الاثنين أن الشرطة المغربية ردت على احتجاجات مارس الماضي بمدينة جراد الفقيرة المعروفة بمناجم الفحم بالقمع طيلة أسبوع كامل. تقرير سعيد السالك. أكدت منظمة هيومن رايت ووتش أن قوات الأمن المغربية استخدمت القوة المفرطة ضد المتظاهرين وقادت سيارة شرطة بشكل متهور، فدهست صبيا يبلغ من العمر 16 عاما أصيب بجروح بليقة، كما اعتقلت قادة الاحتجاج الذين ولدت أنباء عن سوء معاملتهم خلال الاحتجاج، مشيرة أن هذا القمع يماثل الرد على احتجاجات مماثلة على مظالم اقتصادية أو ما يقال أنه إهمال حكومي في الفترة 2016-2017 في منطقة الريف. وفي رد على قول السلطات أن المتظاهرين في جراد اعتقلوا بعد أن تحولت الاحتجاجات إلى أعمال عنف وتسبب المتظاهرين في أضرار بالممتلكات، قالت هيومن رايتس ووتش أن بعض المتظاهرين رشقوا الحجارة في 14 مارس، وتدعي السلطات أنهم اشتعلوا الحرائق أيضا، فهذا لا يبرر استخدام القوة العشوائية والمفرطة أو الاعتقال التي بدأت قبل ذلك التاريخ، كما أنه لا يبرر قمع الاحتجاجات السلمية أو سوء المعاملة المزعمة للمحتجزين. وقالت سارة ليتسن مديرة قسم الشرق الأوسط والشمال إفريقيا في منظمة هيومن رايتس ووتش، ذهب القمع في جرادة بعد من محاولة تقديم المتظاهرين العنيفين والمزعمين إلى العدالة، ويبدو أن الأمر يتعلق بقمع الحق في الاحتجاج السلمي على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية. وبخصوص الاعتقالات، أفادت منظمة هيومن رايتس ووتش أن الاعتقالات استمرت، حيث تم الإبلاغ عن 23 حالة اعتقال مؤخرا بين 12 و 27 مايو الماضي، مشيرة أن حتى 31 مايو الماضي كانت 69 متظاهرا منهم 3 قاصرين في السجن ورهن الاحتجاج السابق للمحكمة. وقال المحامي عبد الحق بن غادة لمنظمة هيومن رايتس ووتش أن 4 محتجزين بمن فيهم 2 من قادة الاحتجاجات رهن الحبس الانفرادي منذ أكثر من شهرين. وحسب منظمة هيومن رايتس ووتش، فبعد مواجهات 14 مارس الماضي ألغت قوات الأمن القبض على 88 شخصا بينهم 8 قاصرين تمت محاكمته بتهم ماهية لا أساس لها من الصحة، ومنها تدمير الممتلكات العامة وحيازة أسلحة. تكملت ملفات هذه النشرة إلى التذكير بأبرز العناوين. وزير التجارة يمثل الجمهورية الصحراوية في اجتماع قاري بالعاصمة السنغالية داكار حول إنشاء منظمة التجارة الحرة. مقاومة المرأة الصحراوية ضد الاحتلال عنوان محاضرة جديدة احتضنها مقر الجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة المرتكبة من طرف الدولة المغربية. وفي ملف الثروات الطبيعية، تابعتم تيار وسط مسؤولي مفوضية الاتحاد الأوروبي يطالب بتجميد اتفاقية الصيد البحري مع المغرب. في ختام هذه النشرة أنقل لكم تحياتي وتحيات فريق العمل، دمتم بخير وإلى اللقاء.